عمتي، أتى أشخاص لزيارتك. من هم يا بني؟ كيف حالك سيدة دوندو؟ بخير؟ أرجو من الله أن تكوني بعافية. بخير، أصبحت عيناي كحجرين. تفضلوا. لكن من تكونون؟ لنقل إننا ضيوف، إذا قبلت بنا. ما يرسله الله لنا لا يجوز للعبد أن يرفضه. قاسم، أمريني. قدم اللبن البارد لضيوفنا. أخبروني الآن، من أين أتيتم وما وجهتكم؟ أتينا من الدرب وبه نكمل، لكن بما أننا مررنا فارتأينا أن نزورك. الحمد لله، يرسل من يتذكرني ويزورني. إن لكل شيء أجلا وكتابا. ابن أخيك قاسم كيف حاله؟ هل أنت راضية عنه؟ حماه الله، غير مطيع ومبذر، لا يلقي بالا لشيء، لكن هو يعتني بي جيدا، الحمد لله. بوزياكا، شمالاني، بايدلي، إكن تشايلي، وهذه هي الصكوك. وهل تشك بأحد؟ هل أدع الأفعى التي أشك بخيانتها تتجول في قصري لو أني أعرفها يا سيد يونس؟ لن تسمح بالتأكيد. اكتشف الخائن إذن واقبض عليه. يجب عليك أن تعلم أن الأفاعي هي خدمك وحرسك. أعطيتك وظيفة حساسة في مجلسي. لكل شخص ذهب يخفيه من دون أن يعرف أي أحد عنه. كنا وحدنا عندما أعطيتني المهمة، أنت، أنا، والأخرس سيد جلال. وأصم الأذنين لا ينطق. وهناك أيضا حراس واقفون على الأبواب. إنه حسن. ومن أيضا؟ آيغول أيضا، مساعدة زوجتي، تدخل وتخرج إلى مجلسي دائما. ومن أيضا؟ وأيضا حافظو الأسرار. حافظوا الأسرار من تراب يا سيدي، إذا بقوا من دون ماء فربما يتشققون، وعندها يسربون. كلامك سليم. ابن أخيك قاسم هذا شاب خلوق كما تقولين، ما شاء الله. لكنه مسرف، هداه الله. إنه شاب مؤدب ومتعلم.
لكنه مصر يريد بيع البستان الحجري. سلمت يداك يا بني. أهلا وسهلا. بارك الله بك. بالعافية. تفضلي. ابن أخي من أهل التكية، يعرف الأصول ومضياف أيضا. واضح واضح، ليس هناك حاجة إلى دليل عمله. ولكن أخبرني يا بني، أنت من دراويش أي تكية؟ أعرفها جميعا. من تكية الشيخ تبتوك إمرين. إنه يعرف حتى النفس الذي أخذه أين أنفخه. لا أظن. لكن إن شككت فسأقول. صاري رئيس الحرس. بالتأكيد سيد يونس، إنه أقرب أفراد الحرس إلينا في القصر هنا. كيف سنستطيع أن نكشف الخائن في رأيك؟ شيخي يقول امشي في درب الأمل ولا تحد عن الأصول، ولا يراعي الأصول عديمها. سأعلمك غدا بكل ما توصلت إليه، والآن إذن لي. سيد يونس، لسنا سادة عشيرة نسكن في الخيام، أو عشيرة رحالة. نحن مسؤولون عن دولة. اسمعني، لبقاء الملك على عرشه، حتى وإن لزم الأمر سنقوم بحصد الأرواح. سنحقق مع الصغير قبل الكبير. ماذا تقصد؟ ما أخبار الوالدة؟ كيف حالها؟ حمدا لله، تسأل عنك دائما وتتمنى زيارتك لها. سنين قد مضت، لكن والدنا الشيخ لا يريد أن يرى وجهي. أتوصليني بعربتك اليوم؟ ما دمت تعرضين استخدامها علي دائما. هل أنت مجنونة؟ ما معنى هذا السؤال؟ ألن تذهبي مساء مع السيد يونس؟ لا، سأذهب مبكرة اليوم. السيد يونس يرحل قبل الغروب. لدي بعض العمل، يجب أن أذهب بعد قليل. تعالي إذن. إلى أين؟ أخبرتك أن الفرس كانت تلد. أريد أن أريك مهرها. تعالي. Thank you.
هنا سيد شاهي؟ حالي اليوم سيئة. أتت بجيم سلطان كي ترى المهر الصغير. أهلاً وسهلاً. أهلاً بحضرتك. سأذهب الآن يا زاهدة. أمر غريب، تأتي كثيراً وتطيل البقاء. ما هي القصة؟ لا شيء. لا دخان من دون نار. بتوفيق من الله وببركة نبيه تجاوزت المراحل ودخلت قلب شيخي. إيه؟ حقاً؟ أفهم أنك كنت وكيله. لا يمكنك طلب موقعك في حياة التكية. ما أدرانا نحن يا بني، نحن أشخاص جهلة. لقد أعلن شيخي بذاته أني وكيله، ومن ذلك اليوم أصبحت كلمتي مسموعة في تكيته ويحسب حسابي. ما شاء الله ما شاء الله، مؤكد يا سيد قاسم؟ وهل سيجد مخلصاً أكثر منك؟ أستغفر الله. تبتوك إمريك، كيف كانت أمورك معه؟ حدثنا حدثنا. شيخي شخص ذو اعتبار، لا يفرق بين أحد من أتباعه، لكن الوضع يختلف مع وكيله. تمهلي، لما العجلة؟ لا، سأذهب باكراً. واضح أنه لم يسر بمجيئي. اتركي الأمر لي أنا، تعالي نرى المهر. ما علاقة وجود السيد شاهين؟ هل قلت إن لوجوده علاقة؟ لم تقولي بل لمحتي. نهارك مبارك سيد يونس. وأنتم؟ كنا نتحدث كيف ستعود بجيم سلطان. ستذهبين بعربة الحارس حسن. سيد حسن، أعد العربة. جزاه الله كل خير، ما تعلمناه في ميزان حسناته. ما هذه المصادفة الغريبة؟ تبتوك إمري، أنا أعرفه جيداً، وهو الآن هنا. واضح عندما سيراك سيسر كثيراً. رأيت بني، قلبي يصدقني، فقد قلت لك شيخي سيأتي إلى هنا. أستغفر الله، لقد سررت كثيراً، لكن ارتبكت من فرط سروري. حسناً،
حان وقت دواء العمة، ويبدو أنكم تشعرون بالجوع. لو لم يكن مبذراً لقلت إنه من الملائكة، يريد بيع الأرض ويصر على بيعها، ودائماً يكرر لنبيعها. عمتي الأصيلة، لست مجبرة على بيع الأرض، سأخذ كل شيء. يا سيد قاسم، لقد وقع منك كيسك. سامحوني، اعفو عني، لن أكرر ذلك وأعدكم بهذا. لقد عرفتم أنني شخص محتال. انتحلت شخصيتنا، هذا تصرف مخجل. هذا ما سرقته، أقسم لك، وإن أردت ففتش. نحن لم نقل إنك سرقت شيء، لكن صرحت أنك سارق وظيفتك. الحمد لله أن شيخي معي، لولاه لتصرفت بلا تفكير. أرجوكم لا تخبروا عمتي، سيكون صعبا عليها، فهي لا تعلم شيئا. أرجوكم لا تخبروها، ستحزن. لا تقلق يا بني، لا تقلق أبداً، لن نخبرها بشيء. أنت من ستخبرها بالحقيقة، وإن أرادت فستسامحك. لم أمسك به. يظن إذا هرب الآن فقد نجا. تعال لنرى سيد إسماعيل، تعال، هذا يكفي الآن. دقت ذرعا، تعال هيا يا سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخي، خذه من هنا كرامة لله. ماذا فعل من جديد؟ لقد قلب المطبخ، وهل أكثر؟ لا تزعج نفسك يا سيد علي تايكو، سأشد أذنه وأوبخه. هيا اجلس.
اجلس. لما تزعج الناس هكذا؟ كل شخص في التكية لديه عمله، وأنت لماذا تضيع وقتك؟ كل لديه عمل والكل يصرخون علي. من يصرخ عليك؟ حتى بجيم سلطان لا تسر لرؤيتي. فليكن. هل وصلت الأخت بجيم سلطان؟ أجل، ولقد أتت بالعربة. أما قل بني، إلى أين ذهب ضيوفنا؟ نحن هنا عمتي، نحن هنا. لكن من كنت تظنينه ابن أخيك كان شخصاً محتالاً. لقد انتحل شخصيتي واحتال عليك عمتي. أنا ابن أخيك المريد قاسم الحقيقي، نيته واضحة، يريد أن يسرق مالك، لكن ربي لم يأذن له. ألقينا القبض عليه لكنه هرب منا. لا تخافي عمتي، لن يأتي من جديد ذاك المحتال السارق. كان محتالا وكنت على علم. ماذا في ذلك؟ ماذا؟ لا يهمني، عيناي لا تريان، لكن هل قلبي أغمى؟ هل أنا لا أعرف من يكون؟ دعه يصرف أموالي، كان يهتم بي كأنه ابني. شيخي، سيد حسين. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام. أستغفر الله، كلنا عباد الله. سررت بك، الشرف لنا يا شيخي. أتينا لرؤية العمة دندو. أهلا بكم يا شيخي، أنتم ضيوفنا إذن. وبعد قليل لا نعرف ضيوف من نكون. كنا ننتظرك بفارغ الصبر ووجدناك. لا تؤاخذني يا شيخي، لن ندعك هذه الليلة. اذهب أنت ولا تشغل بال أهل بيتك، سيفعل الله ما يريد. إنها على حق. ومن أين لي أن أعرف؟
الشر لا ينتهي. الشر مستمر والرجال أيضا. لا تحزن نفسك يا قاسم. شيخي، أنا سأبقى هنا، لا يجوز أبدا ترك عمتي في هذه الحال. أعرف أن تصرفي الآن غير محسوب، سأبقى هنا أو سأخذها، لن أتركها وحيدة. سنرى ما كتب الله لنا، دعنا نتحدث مع الأصدقاء وسنجد حلا بالتأكيد. شيخنا، عندما يتغيب مع السيد قاسم عن التكية يصبح الكلام لك يا سيد يونس. أنا مستمع لا أكثر يا أخي، أوكلوه لغيري. نحن بلا هم وتبحث عن هم لنا؟ شيخي والسيد قاسم غائبان، دعنا نستمتع بوقتنا. هيا إذن قولوا يا سادة، كيف هو حالكم؟ أخبار الحقول والبساتين؟ كيف هي أعمالكم؟ إذا كنت بخير فلا ينقصنا شيء يا شيخي. الحمد لله. الحمد لله يا شيخي. الحمد لله. وأنتن أيها السيدات، أخبرنني ما أخباركن؟ هل لديكن شكوى من الرجال؟ لا يا شيخي، الحمد والشكر لله. كلا، لا يوجد يا شيخي. إن محبتنا لك تمتعنا بكلامك، لكني لا أستطيع منحكم شيئا، لا أملك شيئا في هذه الدنيا، نحن أهل الآخرة يا سادة. شيخي، كثير من الناس قد تركوا الصلاة والعبادة، لذا ماذا يجب أن نحدثهم؟ كيف ننصحهم؟ كيف سنقنعهم؟ أنت انصح نفسك إذا كان لديك شيء تقوله، وأنا سأنصح نفسي إذا كان لدي شيء أقوله. لا علاقة لنا من ولماذا ترك العبادة، لن نحاسب، اتركوا الميزان والحكم لله. هل لدينا ميزان كي نزين ذنوب بعضنا حتى نزين ذنوب الناس؟ لكن العاشق إذا أظهر المحبة الخالصة لمعشوقه فماذا يفهم من هذه المحبة؟ الله لا يحتاج إلى صلاتنا التي نصليها أو الصيام الذي نصومه، على العكس العبد هو الذي يحتاج إلى الصلاة والصيام. بالصلاة والصيام يتواصل العبد مع رب العالمين. يقول تعالى جل جلاله: لا تقربوا حقوق عبادي يا عبادي. يمكن أن يغفر الله أي شيء إلا حق العبد فلا يغفره أبدا. الله لا يعفو عن هذا أبداً. إذن ماذا يكون أصل المسألة؟ العمل عرق الجبين، والإنتاج هو تشاركية. فقد قال رسولنا الكريم: أعطي العامل أجره قبل أن يجف عرقه.
في المقابل لا تقطفوا شيئاً من أي بستان بلا إذن صاحبه، فإن كفتي الميزان تتوازنان بالعدل. وابدأوا في البداية من إخواننا الذين في كنفنا كالنساء والأطفال وجميع العجزة أيضاً، ابتداء من الدابة وصولاً إلى الطير الطائر. يجب أن نحترمهم وألا نقوم بجرح أحد كي لا نحاسب. وحاصل الكلام، الحلال والحرام أمران واضحان، أي شيء يمكن أن يغتفر، لكن حق العباد لا غفران له. ماذا قال مولانا الحاج بكداش؟ أعطي حق اللقمة أولاً ونظف مكان جلوسك. الدين يعلمنا تفاصيل كل هذه الأمور، والبقية تعود لرأي الشخص. تكلم أحد؟ فلنقرأ كتاباً إذن. وهل تعرف القراءة؟ أبداً. وأنت هل تقرأ؟ أقرأ بالتأكيد. وهل تقرأ الكتب بشكل جيد؟ بالتركية أقرأها. وبالفارسية؟ لا أعرفها. واليونانية؟ لا أعرفها أيضاً. من بين كل اللغات نحن لا نتكلم إلا اللغة التركية. حتى الطفل يعرفها. هذا مؤكد، لأن لغتنا صافية كطفل من دون ذنب، نقي وطاهر كالفرات. المدرسة التي علمتنا اللغة كائنات من خلق الله. انظر، من أين تشرق الشمس؟ ما الاسم؟ الشرق. ومغربها؟ الغرب. ما اسم مكان سقوط المياه؟ من الأعلى؟ أسفل. جيد، ها هي. لغتنا ولدت من الحقيقة بلا خلاف، إنها نقية من دون اضطراب وطاهرة. في النحل العظمة وفي البريق سر مخبأ، لكل لغته يتعامل بها، لذا فهي شيء عظيم. شيخنا، نحن فلاحون مساكين ولا نعرف العربية، وندعو الله بما يخطر ببالنا بلغتنا، لكن نشك هل يقبل دعاءنا بالتركية؟ هل يعرف الله لغتنا؟ الله يعرف كل اللغات يا حسين، يعرف لغة الأتراك، ويعرف لغة العجم، يعرف لغة العرب، ويعرف لغة الأكراد، ويعرف حتى لغة البيزنطيين والروم والأرمن ولغة المغول الظالمين، ويعرف أيضا لغة الهنود والبربر والصينيين، وحتى يعرف لغة من ليس لديهم لسان. الحجر والتراب والماء السائل، ولادة اليوم وغروب الشمس، والكواكب السيارة، والذئب القابع في تجويف الشجرة، والدود الذي في أحشاء البطن، والسمك الذي يسبح في أعماق البحر، ويونس الذي ابتلعه الحوت في بطنه. يعرف لغة كل الكائنات حتى من دون أن تنطق. نحن لا نعرف، لهذا السبب يقول لنا العقل: ليكن قلبك مرتاحا يا سيد حسين. هو يفهم دعاءك من دون أن تنطق كلمة. نحن لا نعرف، نحن نعرف لغتنا الأم لا غير.
نحفظ لغتنا مع الحليب الذي رضعناه من صدور أمهاتنا، لنختبر مواقف الحياة. يكفي فقط ألا ننسى أنها لغة التوحيد، ولا نخرب معناها. إذا سألتنا نجيب لا نعرف سوى اللغة التركية. لو التقينا بغيرنا فسنتكلم معه باللغة التركية فحسب، ولا نخجل أو نرتبك، بل سنتباهى بلغتنا. استمعوا لقول جدنا الكبير حضرة مولانا أحمد يسوي: الكلام بلغتنا التركية لا يفضله العلماء، الحكماء إن تكلموا يفتحون بصيرة البشر. يمكن أن تتلى الآيات وأحاديث الرسول بالتركية ويفهم معناها وتحنى الرؤوس إجلالا لها. مسكين يا أستاذ أحمد، رحم الله روحك. لو كنت تعرف لغة الفرس كان يتحدث التركية فقط. هكذا كانت الحال يا سادة. لقد تأخر الوقت، الرجال ينامون حتى الظهر، أما الأخوات قبل الشروق يستيقظن. خيرا شيخي. خذ نعنع، نعنع الماء قطفته من ذاك الوادي. شيخي، إذا سمحت لي وإذا أردت لن أبقى مع عمتي. رائحتها من الجنة، لكنها خلقت من الطين. هذا هو الصواب يا قاسم، والعقل طريقه واحدة. تعال تعال أعد. أهذا ما اتفقنا عليه؟ الرجل يلتزم بالعهد. كنت أعمل عندها، أخذه وهرب. حسناً يا أخي، تابع اهتمامك بأحصنتك. عندما أنتهي سنذهب إلى السوق وسنمطط الحصان. لا أريد. هيا بنا، إن لم أشغلك بشيء ما فستشغل الناس عن أعمالهم. كانت تريده ابنتي زاهدة، أخرجته من الخزانة، خذيه إليها معك. لن أذهب إلى القصر اليوم،
لكن كل يوم يوجد سبب لذهابك. أنت قلت لي يجب ألا نكثر من الزيارات، أليس هذا كلامك أنت؟ ابنتي، صباحك مبارك. وصباحك أيضا. إن أتيتم إلى أبي فهو لم يعد إلى الآن. أعرف، نيتي ليست رؤية شيخي. من الآن فصاعداً سوف أحمل الهم عنك، لأنني سأبقى هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك الصحة يا أختي دندو. اجلس هنا لنأكل معا. شكرا لك، فليبارك الله. أختي دندو، هذه الفتاة اللطيفة تدعى أمه. أهلا وسهلا ابنتي، تفضلي إلى الطعام. بارك الله بك سيدة دندو. هيا يا ابنتي، هيا. اسمها هو أمه، ليس لها أحداً أبداً ولا مكان تذهب إليه. بعد أن عرفت أختي دندو، هل تقبلين بها معك هنا؟ العصفور يريد عشاً والعش يريده. إن أرادت الاستقرار في هذا البيت فسأسر. نأكل من خير الله ونتقاسم رزقنا. لدينا فراش بسيط ولدينا أغطية. إيه، إذن تسمحين بعودة ابن أخيك معي إلى التكية. يا ربي، لماذا أعطله عن عمله؟ لدي الآن فتاة تشبه الزهرة. خيراً سيد صاري. التجار يا سيد يونس هم يأخذون بالملعقة والسيد بالمغرفة ويشتكون. هل بقي اتزان في السوق يا سيد صاري؟ السادة والتجار ليسوا بيدك. سأسألك عن أمر آخر، لماذا لا تلجأ إلى القاضي؟
سألجأ يا سيد يونس، إذا لزم الأمر فسأرسل إليه خبرا. واجب واجب. السيد أرجون سيتبرع بأرض تشاملان لتكية تابدوك. يجب أن يختم القاضي على هذا. عندما تأمروننا بذلك سنذهب إلى مقام القاضي. وفقنا الله. السلام عليكم سيد حسن. عليكم السلام سيد يونس. السيد أرجون هنا؟ أجل يا سيد يونس. لا لا، سأنهي عملي في البداية. كما تشاء يا سيدي. شكرا سيد حسن، عمل ورقي. لكن أنا وصاري آغا اتفقنا قبل قليل أن نذهب معا إلى مقر القاضي. في أي وقت تأمر فيه يا سيدي؟ بإذن الله. ينوي السيد أرجون التبرع بأرض بديل إلى تكية الشيخ تابدوك، والقاضي يجب أن يوقع على الأوراق. أوامرك تنفذ فورا يا سيدي، نحن تحت أمرك. أستغفر الله. سيد يونس، هل السيدة هنا؟ في مجلس السيد أرجون. كنت أرتب الغرفة، هل تريد أن أناديها؟ لا لا، ليست بالمسألة المهمة، لدي أعمال سأحلها الآن. بإذن الله سيتبرع السيد أرجون بأرض أكنتشالي إلى تكية الشيخ. يجب أن أحضر بعض الأوراق، فليعطيك الله العافية. شكرا لك سيد يونس. لا داعي لوجودك، اذهبي إلى عملك. إذا سمحت لي سأذهب لزيارة بيجيم سلطان. فعلي ما تريدين. إن علمت أن الوالدة ينقصها أي شيء كان فاخبريني فقط. العفو منك يا سيدي. تكلم. السيد يونس في الباب. تفضل يا سيد يونس. إذا أردتم فسأخرج. لا يا سيدي، من أجل قرار تبرعك لتكية الشيخ تابتوك هناك بعض الأمور التي سأتشاور معك بها بخصوص أرض بوزياكا. لنتحدث إذن. زوجتي زاهدة ذاهبة إلى التكية لزيارة الأخت باجيم سلطان. يجب أن تنظر في صك الأرض التي في بوزياكا،
لكن إن أردت فسنؤجلها. كنت ذاهبة يا سيد يونس.